الرب يسوع: الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تؤدون عشور النعنع والشمار والكمون، وقد أهملتم أهم ما في التوراة، أي العدل والرحمة والأمانة. وكان عليكم أن تعملوا بهذه ولا تهملوا تلك. أيها القادة العميان، إنكم تصفون الماء من البعوضة، ولكنكم تبلعون الجمل. الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تطهرون خارج الكأس والإناء، وداخلهما مملوء بما كسبتم بالنهب والطمع. يا فريسيا أعمى، طهر داخل الكأس أولا ليصير خارجها أيضا طاهرا. حقا والأمان لجميعكم. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. أخواتي إخوتي الأحبة، الله معنا. اليوم نحن عم نحتفل بهالذبيحة الإلهية مع كل إخوتنا وأخواتنا يلي عم بيشاركونا عبر أثير صوت المحبة وتلفزيون المحبة، بهالذبيحة الإلهية يلي بنقدمها على نوايانا كلنا سوا. إنجيل اليوم بحسب متى بالفصل 23، يسوع عم بيتوجه للفريسيين ولكل المسؤولين اليهود ويحملهم مسؤولية إنه هن عم بيقوموا بواجبهم ولكن يهملون الأهم. اليوم نحن وضعنا بكل العالم مش بس بلبنان عنا مشكلة بتحديد المسؤوليات، وكل واحد منا مرات كتير بيتنصل من هالمسؤولية. ولكن الأهم من هذا كله سوا إنه نحن نعرف إنه المسؤول عن خلاصنا والمسؤول عن سعادتنا والمسؤول عن فرحنا هو نحن. ما حدا قادر يفرحنا ولا حدا قادر يخلصنا ولا حدا قادر يحررنا إذا ما نحن قررنا إنه نخلص ونفرح ونحرر نفسنا من أول شيء من أفكارنا. لأنه يمكن في عدد كتير كبير من الناس مسجونة بأفكارها، مسجونة بأحاسيسها، مسجونة بمواقف، وهول الأشخاص يلي مطلوب أول شيء إنهم يتحرروا، وما حدا بيقدر يحررهم إلا إذا ما هني حرروا ذاتهم. كلمة مسؤول هو يلي يسأل، يطرح عليه السؤال وعليه أن يجاوب، لأنه بالفرنسي بيسموها ريسبونسابل، جاي من كلمة ريبوندر، يعني في حدا بده يسأله وهو بده يجاوب. للأسف مرات كتيرة بحياتنا اليومية تنقلب الآية وبصير اللي لازم يجاوب بيسأل، واللي عن يسأل بصير بده يجاوب. هيدا الخلل أحبائي بموازين حياتنا اليومية، وخاصة بموازين حياتنا المسيحية والروحية، هو يلي مرات كتيرة خلينا نوصل إلى مكان فقدنا فيه معنى حياتنا، لبل فقدنا فيه البوصلة يلي ممكن توصلنا للمكان يلي نحنا بنبغي أو بنريد إن نوصل لإله. شغلة تانية اليوم يلي بحب أني صليها وأتأمل فيها أنا وياكم بهالكتاب المقدس، يسوع عم بيقول لهم صحيح عم تعملوا هودي الشغلات، هودي مطلوبين منكم، بس ولكن وين الجوهر؟ السؤال بطرحه على حالي أنا أبونا شربل، وين ما كنت تكون، كان بلبنان، بكندا، بكل العالم، شو معنى الشيء اللي عم بعمله؟ قديش في خير بالشيء اللي أنا عم بعمله؟ قديش في حقيقة بالشيء اللي أنا عم بعمله؟ وبريد من كل المستمعين والمشاهدين وأنتوا أخوتي وأخواتي الحاضرين هون تعرفوا أنه في شغلتين، جناحين بخلونا نطير ونحلق وما حدا يقدر يأثر علينا: جناح الحقيقة من مايل بكل نعيش الحقيقة بحياتنا، وجناح الخير قديش بنعمل خير وبنكون نحنا خيرين بطبعنا وبفكرنا. بهودي الجناحين نحنا قادرين نحلق ونوصل للسماء. الأشياء ما بتنعمل لذاتها، كل شيء بنعمله بحياتنا مطلوب إنه تكون ثماره خير، والشيء الثاني اللي حكينا عنه شو هو؟ الحقيقة. آمين.